مرحبا بكم مشاهدينا فيما بعد العرض منتدى الوثائقيات، نناقش فيه وثائقية الميادين بعينيها تقاتل. العمل أقرب إلى بانوراما مجتمعية عبر مروحة متنوعة من اللبنانيين من شرائح ومناطق واختصاصات مختلفة. فنانون تنوع بين الغناء والموسيقى والتمثيل إلى كتاب وصحفيين ونقاد التقوا على فكرة المقاومة نهجا ثقافة وخيارا أجبر إسرائيل على الانسحاب من لبنان. من جيل إلى جيل لا يختلف تصنيف إسرائيل وتشخيصها كعدو في لبنان، وكذلك الاستعداد لمواجهتها ومقاومتها، وهي قاعدة الالتقاء مع حزب الله برغم الاختلاف أو عدم الالتقاء معه ربما في بعض سياساته الداخلية. والكلام هنا للفنان خالد الهبر كما قال في الوثائقي. وفي نقاش بعينيها تقاتل، المقاومة في لبنان فرادة نموذج التحرير في 25 من أيار مايو 2000، فكيف تجلى ذلك؟ الشعوب العربية والمقاومة، كيف تبدو العلاقة؟ ولماذا تصنفها دول غربية إرهابا برغم تحرر بعضها بالمقاومة؟ الرأي العام في دول الخليج بين رفض التطبيع وقبوله، أين يقف وما تصنيف إسرائيل لديه؟ نبدأ إذا النقاش ما بعد العرض. اللي عايش ذل النكبة واللي عايش هزيمة 67، المقاومة حالة جوهرية بدمه. كان يقع الضباط الإسرائيليين كالفراخ، ألزم الإسرائيلي أن ينسحب تقريبا كامل التراب اللبناني. في هالمقاومة أوكي، بس ما أنت يكون حدا بمجالك أنت يعني. رفضوا يكونوا مجرد لعبة بين أيدي الكبار. هذه المقاومة شئت أم أبيت هي جزء من هذا الكيان اللبناني. ومين ما بده يحمل اللواء المقاومة إحنا معه. للنقاش معنا من العاصمة البريطانية لندن الدكتور حمزة الحسن، هو باحث من السعودية وأحد مؤسسي حركة خلاص في الجزيرة العربية وعضو هيئتها القيادية، حائز شهادة دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة وستمنستر البريطانية، متخصص في الشأن السعودي ومسائل الإصلاح السياسي في المملكة العربية السعودية. صدر له العديد من الكتب، منها العمل المطلبي 100 عام وطقوس التشيع الهوية والسياسة. معنا أيضا هنا في الاستديو سيد غسان جواد، هو صحفي وكاتب سياسي لبناني نشر مقالاته في الصحف اللبنانية والعربية منذ العام 96 من القرن الماضي، أعد ونفذ وثائقيات وقدم برامج سياسية في فضائية أوربت بين العامين 2002 و2009، ترأس تحرير موقع بيروت بريس الإخباري بين العامين 2012 و2017. مرحبا بضيفينا. وقبل أن نفتح النقاش لوثائقي بعينيها تقاتل، سنستمع لي صوتية من الوثائقي للفنان سامي حواط يروي رؤيته لأشكال المقاومة والتي لا تقتصر على العسكرية فقط. نتابع ونفتح النقاش. تحت رعاية رأس المال أممية الأنذال، في مقاومة عسكرية وفكرية وفي عدة عوامل مقاومة. هي بتصب بنفس المكان، هي ضد الاحتلال، ضد الرأسمال، ضد الظلم. طبيعي المقاومة ولا ممكن توقف، وأنا واحد من هالمقاومين يعني طبعا من خلال فني وكلمتي وموسيقتي والعود الآلة الموسيقية من خلال، بس أهم شيء من خلال الفكر اللي ما هي بالنهاية الفكر يعني هو الأساس يعني. عطرة على ما عنده مين يبعد عنه المهوسين، عطرة على ما عنده مين يبعد عنه المهوسين، بعد ما الجهل تعمم وأفواه البشر كمم. سأبدأ معك سيد غسان جواد. في هذا الوثائقي هناك تركيز على شرائح مجتمعية مختلفة في لبنان، وفي موضوع المقاومة وتحديدا في مقاومة إسرائيل بشكل مباشر وفي تشخيصها أيضا كعدو. في هذه الحلقة مهم أن نركز على هذا الجانب، الرأي العام العربي وحتى الجماهير العربية. سننطلق من لبنان في نموذج تحرير عام 2000 ونتوسع في ذلك، في أهمية الرأي العام العربي فيما نراه حتى تحت عنوان صفقة القرن في القضايا يعني قضايا
الأمة أو القضايا المصيرية ربما لهذه الأمة. في موضوع تحرير لبنان برز جانب مهم جدا ألا وهو المناقبية العالية لسكان مناطق تلك التي تحررت في 25 من أيار مايو عام 2000. قد يفهم موضوع الانضباط بالنسبة لعناصر المقاومة، لكن ما شهدناه من انضباط للجماهير التي عادت لقراها المحتلة بعد التحرير يسجل. كيف يمكن إعادة مقاربة ذلك في تفسيره سيد جواد؟ يعني في الحقيقة لحظة 25 أيار من العام 2000 تحمل مضامين كثيرة وكبيرة، بمضمونها اللبناني والعربي. هي أول يعني هي انتصار بالمعطى العسكري في أول حرب تحرر وطني خاضتها المقاومة اللبنانية وانتصرت فيها بمواجهة العدو الإسرائيلي، وكان غالبية أبناء هذه المقاومة هم سكان القرى المحتلة مع أصدقاء لهم يعني أيضا وإخوان لهم، ولكن سكان القرى المحتلة ضووا في المقاومة، في المقاومة الإسلامية وأفواج المقاومة اللبنانية أمل وجبهة المقاومة الوطنية اللبنانية لتحرير أراضيهم. لحظة الدخول كانت المقاومة قد بدأت تراكم الثقة لدى الجمهور اللبناني ولدى الجمهور الجنوبي وأبناء القرى الجنوبية، وبهذا المعنى كان قرار المقاومة آنذاك عدم إفساح المجال أمام العدو الإسرائيلي للتصيد في التنوع اللبناني وفي الهويات اللبنانية الطائفية والمناطقية وغيرها، وهذا أيضا لم يكن قرارا تنظيميا وحسب، بل كان مزاجا شعبيا كما تفضلتي. وبهالمعنى يعني حتى لا يضيع اللبنانيون آنذاك طعمة النصر والانتصار كان هذا السلوك المتسامح في الكثير من الأمور. عدم تضييع طعمة النصر هو كان هدف، يعني كان موضوع يراد إحداث فتنة يعني في الداخل اللبناني انطلاقا من عملية التحرير. قبل ذلك كانت بدأت الفتنة من العام 99 تماما يعني. موضوع الحزام الأمني وما إلى ذلك بأن تحويل يعني المنطقة على الحدود بين لبنان وأراضينا المحتلة فلسطين إلى حزام أمني تحت عنوان جيش لحد، ليتحول الأمر إلى اقتتال داخلي بين اللبنانيين، هذا في عنوان، وفيما بعد أن يكون هناك فتنة خصوصا بالنسبة للقرى المسيحية سيد جواد. وذلك اشتغل عليه الإسرائيلي لعقود خلد. كيف تم التجاوز؟ بمعنى لم يكن الجمهور المحرر أو المشارك في التحرير انتقاميا كما شاهدنا مثلا في فرنسا عندما تحررت من النازية. يعني طبعا هذه متعلقة بثقافة هذا الجمهور، بخلفيته التاريخية والثقافية، بوعيه، بفهمه لأهمية هذه اللحظة التاريخية وعدم تضييعها بصراعات جانبية أو بفتن يريدها المحتل لكي يطيل مدة بقائه وتأثيره في لبنان. وهذا المسلك سلكه مقاتلو المقاومة عندما دخلوا، وسلكه أيضا المواطنون العاديون الذين تناغموا بشكل غير مباشر مع المقاومة، مع قرار المقاومة بعدم تضييع النصر بصراعات جانبية. وهذا كان درسا تاريخيا يدرس ليس فقط يعني في لبنان بل في العالم العربي وفي كل العالم، بأنه أن تدخل متسامحا، أن تدخل فاتحا ومتسامحا، أن تدخل تحرر أرضك من دون أن يعني. وأيضا كان هنالك موضوع الاقتصاص عبر القضاء اللبناني يعني أيضا تحت سقف الدولة ومبدأ الدولة. كل هذه العناوين جعلت من هذه اللحظة لحظة تاريخية، وقدمت المقاومة بطريقة مختلفة عن النموذج الذي كانت المقاومات تقدم به، وخاصة مثل ما تفضلت النموذج الفرنسي أو حتى النموذج الجزائري طبعا. المقاومات التي تحرر تحكم، صحيح، وهنالك شعار الأرض لمن حررها، صحيح. المقاومة لا، اعتبرت أن هذه التضحيات هي للبنان، كل لبنان، هي للعرب، لكل العرب، وأن هذا التاريخ أزال الصدأ من العقل اللبناني ومن العقل العربي الذي كان يعتبر أن الهزيمة قدر وأن إسرائيل لا تهزم وجيشها لا يهزم. فكان هذا الدخول ليقدم درسا ونموذجا تاريخيا
يحتاج أبحاث ويحتاج حلقات ويحتاج كتب ويحتاج حوارات لكي نقدمه للتاريخ بمعناه العميق والحقيقي، وألا يغيب، لأنه هذا مرتبط بكي الوعي الذي قد يصل إلى مكان ما، محاولة التشويش أو التشتيت لهذا الرأي والوصول لتسويات يعني مغايرة تماما للتطلعات وحقيقة الإمكانيات لدى هذه الشعوب. نتحدث عن منطقتنا، هذا بدأ بعد الألفين مباشرة، سنتحدث عن ذلك خصوصا بالربط بالحاضر، لأنه تختلف الأشكال ولكن يبقى الجوهر فيما يتم الاستخدام من وسائل. اسمح لي أن ننتقل للدكتور حمزة هنا، ولكن قبل ذلك مشاهدينا نشير إلى أنه ما نتحدث عنه شكل فعلا فرادة بالنموذج خصوصا في عملية التحرير، ومن دون أن نرى أي حالة انتقامية خصوصا لجهة العملاء الذين كانوا يتعاملون مع إسرائيل. في ما بعد التحرير نقل الأمين العام للأمم المتحدة في حينها كوفي أنان بعد زيارته الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في 20 من حزيران يونيو عام 2000، وزاره في مقر الأمانة لحزب الله بحار تحريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، وكان هذا أيضا لافتا ناقلا التقدير والاحترام من أعلى هيئة دولية على نموذج التحرير، خصوصا في الطريقة التي عبر عنها يعني جماهير تلك المناطق. السفير الفرنسي في بيروت فيليب ليو كورتيه نقل تقدير فرنسا العالي بزيارة إلى مقر الأمين العام أيضا لحزب الله، وعبر له عن دهشته لما حدث، لأن فرنسا نفسها لم تستطع أن تقدم صورة مماثلة، فهي بعد تحريرها من النازية أعدم مقاوموها 10,000 عميل للاحتلال النازي وفق ما قدم في حينها السفير الفرنسي. هنا اسمح لي دكتور بالسؤال بما أشار إليه سيد غسان جواد في التأثير المباشر على الجماهير العربية، صورة التحرير هذه التي كسرت أيضا في وعي العربي الهزيمة المتكررة بصورة عدو لا يقهر، نموذج التحرير كسر هذه المشهدية التي طبعت بعد هزائم متعددة، هل لك أن تنقل إلى جانب من ذلك على مستوى الرأي العام العربي، وإذا وددت أن تخصص فيه الجانب الخاص بالرأي العام الخليجي، نتحدث بعد تحرير عام 2000؟ تحية لك ولضيوفك وللمشاهدين. أهلا بك. نعم، العرب لم يكونوا يتوقعون نصرا كهذا الذي حدث في عام 2000، كان مفاجأة. لكن بعض الذين كانوا يفكرون، وأنا أتذكر سنة 96 أو 97، كان السؤال الذي يشغل النخبة السعودية الموالية للنظام أنه الذي يستطيع أن يهزم إسرائيل لابد أن يكون مسيطرا على كل لبنان. وأذكر أني أنا كتبت مقالا بهذا المعنى نشر في إحدى الصحف الرسمية 96-97، لأن هذا هو الذي كان يشغلهم قبل التحرير ب3 سنوات. العالم العربي كان يرى، يعني على الأقل في الخليج كانوا يعني يلاحظون العمليات العسكرية المتصاعدة، وكلما اقتربنا من النصر سنة 2000 كان واضحا أن حدثا كبيرا سيحدث على الأقل للمراقبين. النخب الأفراد العاديين ما كانت تنعكس لديهم هذه الانتصارات التي أدت إلى الانتصار الكبير، وكان حتى بين المتدينين لنقول الإسلاميين السؤال أنه هؤلاء فعلا مقاومين لإسرائيل، وبعضهم كان ينتقد، وأتذكر أحدهم كان يقول أقل عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا، يعني ما يحتاج تلوم الآخر الذي هو قاعد يواجه إسرائيل في تلك الفترة. لهذا حينما وقع الانتصار كان حدثا على الأقل أظن يعني القريبة من النخبة الرسمية كان يعني متوقعا. الآن الكيفية مختلفة، نحن كلنا تفاجأنا بهذا الانسحاب، لكن حزب الله عمليا هو لم يصنع مقاومة فقط، هو صنع مجتمعا مقاوما، وهذا مهم جدا، لأنه ما في أحد يستطيع يواجه استعمار بالصنف الذي نراه الاستيطاني الذي هو أصلا يحتلك لكي يستوطن، حتى وهو يحتل لبنان لكي يؤكد استيطانه في فلسطين، يعني مسألة مترابطة. صحيح. ومن أسوأ أنواع الاحتلالات هو الاحتلال الاستيطاني، هذا رأيناه أيضا في الجزائر مثلا، كانت هذه مشكلة، يعني حتى حينما قرر يقول الانسحاب كانت هناك مشكلة، جنرالات رفضوا، لأن عندك مجتمع فرنسي كامل يعيش في الجزائر،
الآن أيضا عندك في هذا الاحتلال الإسرائيلي المدعوم من الغرب ما كان أحد يتوقع، ولكن ما كان يتوقع بالذات هؤلاء الذين يعني ملوا من الهزائم لنقل. حينما جاء سنة 2000 كانت المسألة لا يعني كان النصر أكبر من حزب الله، لأن أقول يعني أكبر من أن يستوعبه حزب الله أو يستثمره حزب الله. وكذلك نصر 2006 هذا أيضا قلته أنا لبعض الأخوة، يعني بعد النصر سنة 2000 أنا ذهبت إلى بوابة فاطمة، ذاك الوقت كانت موجودة، ويعني كنا نمشي عند السياج، كان واضحا أن هذا نصر ضخم أكبر تأثيرا من لبنان، أكبر تأثيرا حتى من منطقة الشام. على هذا الأساس أنا الذي أعتقد يعني أنه القفزة التي أعطت حزب الله بعده الإقليمي والدولي هي كانت هذا النصر الكبير، وهذه النخبة قبلت به. تمام. يعني حتى في السعودية، ولهذا بعضهم جاء إلى بيروت وبعضهم صور مع السيد حسن. صحيح. في صور كثيرة إذا ممكن تلاحظوها كانت كلها بعد سنة 2000، والنصر له 1000 أب، وكل كان الذي لا يعتقد به رآه رأي العين. وإذا استطاع حزب الله أن يهزم إسرائيل فكان من البديهي الدرس الأولي نحن أيضا نستطيع أن نهزمه إذا مضينا على نفس الخطى كدول أو كأحزاب أو كتجمعات كما في غزة وفي الضفة. ولا تملك تلك يعني الأساطير العسكرية التي تقدم أيضا بالنسبة للجيوش أو المعارك التي الكبرى. نحن نتحدث كما تشير دكتور حمزة إلى إنجاز استراتيجي كبير، سأبقى معك ولو بشكل سريع لطفا، لأنك تحدثت عن عناوين تاريخية مهمة خصوصا في منتصف التسعينات، عندما تحدث عن 96 و97 نتحدث ما يعني تحديدا عن موضوع عناقيد الغضب وما أرسته أيضا باعتراف وبأحقية المقاومة توقيعا أيضا وصولا إلى 2000 العديد من العمليات التي كانت تفضي إلى نتيجة التحرير كما رأيناها. لكن إذا نبقى معك لأنك تحدثت عن النخبة وعن الرأي العام وحتى عن القيادة في السعودية، في بعض الشخصيات كانت بارزة، عندما تحدث عن الشهيد عماد مغنية الذي أشرف بشكل مباشر على إنجاز التعبير سياسات إتمام التحرير بالنموذج الذي شهدناه حتى على المستوى الجماهيري، ما تقييم تلك الشخصيات حتى بالنسبة للسيد حسن نصر الله في ذاك الحين في العقلية السعودية على أكثر من مستوى من القيادة إلى الجماهير بشكل سريع لطفا؟ نعم سريعا، أولا السيد حسن فكان عمليا في حالة تصاعد كما كان يفاجئ اللبنانيين في أول مقابلاته حينما أصبح أمينا عاما ويتحدث في مواضيع وكان يذهلهم بالكلام، كذلك كان انطباع الآخرين في المنطقة، لأنه لأول مرة تجد معمما مع احترامي يعني لنقل هذا يعني يعتقدون أن المعمم هو درويش ما يفهم، يعني يعتقدون المعمم في مثل السيد حسن يشبه المعمم من اللي عندهم في بريدة أو في الرياض، حينما وجدوا صنفا مختلفا يحدثهم عن أمور كبيرة وبلغة وبسياسة وبمنهج وبمعطيات، شافوا هذا شخصية سياسية أكبر بكثير من الذي كان لديهم الذين يفتون في قضايا الفقهية صغيرة. على هذا الأساس كانت شخصية السيد حسن كانت تصعد، كان واضحا أنها تصعد، كان واضحا أنها تكبر، وكانت تكبر أيضا بكبر المقاومة وبالعطيات وبالشهداء. أما البقية فمع احترام للجميع يعني السيد حسن غطى على الجميع، فكان إذا قيل السيد حسن قيل يعني هو حزب الله، بل أحيانا يكبر أكبر منه، قيل هو المقاومة قيل هو أكبر من ذلك، يعني حتى عند الخصوم يعني ما أحد يستطيع أنه يلغي أن هذه الشخصية الاستثنائية كانت في حالة تصاعد في يعني من بعد استشهاد الأمين العام السابق، ولكن يعني هو الذي غطى المساحة، هو الذي ملأ الكرسي إن صح التعبير، كان الكرسي يضيق به يعني كلما ازداد حجما وكلما تقوى الحزب. طيب عند هذه النقطة سأقف، سنتوقف مع فاصل مشاهدينا بداية ومن ثم نواصل ما بعد العرض، تفضلوا رجاء بالبقاء معنا. صيدا من بدايتها يعني اذا بقول لك من 48 كنت عم نحكي انه بدايه العمل المقاوم بدا ب 48 مع معروف سعد، معروف سعد عمل مجموعه من الشباب الصيدويين بهالمرحله بهالفتره وطلعوا على فلسطين حاربوا بفلسطين واستشهد منهم كثير من ابناء المدينه.
مثل شجرة وحيدة بغابة النسيان. أنا مع كل مقاومة ضد إسرائيل، أي مقاومة، لو إجت المقاومة من فنزويلا أنا مع كل مقاومة ضد إسرائيل. والشغلات الثانية بنتركها لبعدين. يعني أنا ما بوافق على سياسات حزب الله الداخلية بلبنان أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية العادية، يعني إنه بمعنى التكتيك السياسي اللي بيلعبه حزب الله بتشكيل حكومة من هون، بانتخابات نيابية من هون، أنا مش موافق على أي واحدة من هولي. بس أنا موافق وأنا معهم وأنا بالصف الأول بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا فيما بعد العرض. نحن نناقش وثائقي الميادين بعينيها تقاتل. كنا نستمع في الصوتية أيضا قبل قليل لما قاله أيضا الفنان اللبناني خالد الهبر، في نوع من صورة أيضا يقدمها الوثائقي لعملية يعني سبر آراء لجانب مهم من النخبة في لبنان، ولا سيما الثقافية منها بالعلاقة مع المقاومة. هذه نقطة يريد أيضا أن يعلق عليها ضيفنا فيما بعد سيد غسان جواد في مساهمتها أيضا. وأنا جد الترحيب بك وايضا بضيفنا من لندن الدكتور حمزه الحسن. ولكن هذه يعني علاقه الثقافه مع المقاومه تاثيرها ايضا على الراي العام ان كان في لبنان نموذج واوسع من ذلك بالنسبه للراي العام العربي، وهذا مهم وفي صلب ما نناقشه. وقبل ان انتقل اليك دكتور حمزه سنسرد بعض الارقام لو سمحت لطفا بدايه. في استطلاع للراي اجري في اب عام 2010 تحدث عن 88% من العرب يعتبرون إسرائيل التهديد الرئيسي. الاستطلاع بالمناسبة أجرته جامعة ميريلاند ومؤسسة زغبي الدولية. أظهر أيضا أن الولايات المتحدة تلي إسرائيل بنسبة 77%. وتم إجراء هذا الاستطلاع في 6 دول عربية، هي مصر، السعودية، المغرب، لبنان، الأردن والإمارات أيضا العربية المتحدة. وأيضا عن الاعتقاد بمدى قوة إسرائيل أعرب 12% أن إسرائيل قوية جدا، فيما قال 41% أن لدى إسرائيل عناصر قوة وضعف، فيما قال 44% أنها أضعف أكثر مما يجري تصويره. وفيما يتعلق بإيران وهذا مهم، قال 92% أنهم يؤيدون امتلاك إيران برنامجا نوويا، فيما قال 72% منهم أنهم يؤيدون أن يكون ذلك البرنامج تسليحية. هنا دكتور أود أن أسألك، لأنه الأرقام التي جاءت فيما بعد في استطلاعات الرأي حملت أرقاما مغايرة مع يعني الملاحظات التي تسجل على استطلاعات الرأي في عملية التشويش، عدم الأسئلة الواضحة أو الفضفاضة ليكون هناك تغيير في النتيجة على ما كتبت الكثير من الأقلام. هل لنا أن نصبر وإياك أغوار الرأي العام العربي من 2000 إلى 2006 2008 والتحول الذي يمكن أن نقوله في العلاقة مع المقاومة بين الفلسطينية واللبنانية، وإذا أردت أن تخصص في السعودية لا بأس؟ هناك تحول ما حدث في الرأي العام، وهذا التحول خصوصا في السنوات العشر الماضية من الربيع العربي وآثاره إلى حد ما نسيت حتى القضية الفلسطينية قبل أن يحييها ترامب بمحاولة فرض صفقة القرن التي لم تنجح. ولكن واضح أن هناك يعني مرحلتين، مرحلة يعني ما بعد حرب تموز وما بعد الربيع العربي، واضح أن هناك في اختلاف، وواضح أن هناك مواقف تجدد في هذا. والرأي العام البوصلة الحقيقية هي فلسطين. ولهذا إذا تتذكرون قيل لبعض قادة المقاومة أنه الموقف في سوريا قد يخسركم بعضا من الرأي العام العربي، قال بما معناه أنه الذي سلاحه يؤشر إلى فلسطين يستعيد هذه، يعني فلسطين تستطيع بالتوجيه بالتوجه إليها أن تغير المزاج العام. المزاج العام العربي واضح إلى أين يؤشر، هذا في القراءة. السعودية نفس الفكرة، يعني إحنا على سبيل المثال في أبريل الماضي اعتقل على الأقل 12 أو 14 شخص، ليس لأنهم معارضين للنظام، لأنهم يؤيدوا فلسطين، بدر إبراهيم، محمد صادق وآخرين اعتقلوا. عندنا مثلا واحد صار يمكن 17 18 سنة خالد نعمير
من ايام الاعتراض على ايام الانتفاضه الفلسطينيه اراد يسوي مظاهره واعتقل واطلق سراحه ثم اعيد اعتقاله مره اخرى. المزاج العام قابل للتغيير وقابل حتى للغفران، خلينا اقول يعني كثير حتى في على مستوى التاريخي، حتى على مستوى صلاح الدين، يعني يقدر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر ان عمل لواء تحرير فلسطين. فلسطين هي هذه البوصله، هي التي تغسل الاثام ان كانت هناك اثام. ولكن جرى، خلينا اقول هذه مهمه جدا، لانه السعوديه بالذات تعويلها دائما في حروبها مع الاخرين على الجزء الديني والمذهبي، مع عبد الناصر القوميه ضد الاسلام بالنسبه صحيح. اليهم صحيح. مع الانظمه الاخرى في سوريا وكذا الاشتراكيه والشيوعيه والالحاد ونحن الاسلام، ولهذا طلع الحلف الاسلامي وما اشبه. مع ايران طلع، مع القذافي عملوها، مع اخرين الان عملوها مع ايران ومع الاخرين على القضيه المذهبيه، لان هذا هو خندقهم، والا يكتسع من قبل هذا الراي العام الذي يعني تعول عليه الحكومه السعوديه في مواجهه الاخرين. السعوديه ما عندها منطق يعني في مواجهه الاخرين، هي في حضن الغرب وهي كذا، ولكنها ماذا تستطيع لكي تدافع عن نفسها؟ تستخدم الورقه الطائفيه، الان يستخدم الورقه القوميه ضد ايران من جديد، اضافه الى الطائفيه التي استهلكت. ولكن الورقه التي استخدمت طوال هذه المده في مواجهة إيران أو مواجهة حزب الله وتكسيره كنموذج حتى لا يكون عابرا للحدود، هو أنه طعن في طائفيته ويقتل السنة. وهذا تعرف دكتور، هذه نقطة مهمة، أنت تريد أن تقول بأنه تم استثمار الورقة الطائفية خصوصا بما امتلكته تحديدا بين قوسين المقاومة الإسلامية في لبنان بالخلفية يعني الدينية أو الطائفية بموضوع السنة والشيعة، لأنه أيضا من ضمن الاستطلاعات الرأي التي أجريت خصوصا ما بعد 2006 يعني احتل السيد حسن نصر الله المرتبة الأولى بالنسبة لاستطلاعات الرأي، نتحدث عن دول عربية بين قوسين ذات غالبية سنية ومن ضمنها المملكة العربية السعودية في المرتبة التي يعني جاءت فيما بعد كان الرئيس الفرنسي جاك شيراك، وهذا أيضا مهم، وغاب أي زعيم عربي، وفي مكان ما تم الاحتيال او التغيير حتى يعني نكون بمصطلحات افضل لل يعني الطرح، صيغه السؤال بانه لم يكن مقصودا السؤال عن قاده وزعماء في سده الرئاسه او قياده بعض الدول للخروج من مثل هكذا نتائج، يعني تم استخدام موضوع الديني للتشويش على هذه الصوره بالنسبه للراي العام العربي وتحديدا الخليجي في العلاقه مع المقاومه. طبعا واضحه، هذه واضحه جدا وخصوصا في السنوات الاخيره، ولكن واضحه للاجيال الجديده وهذا مهم، انه انا لاحظت حتى في بين المعارضين السعوديين انه هؤلاء يعني قضيه فلسطين بالنسبه لهم قضيه محوريه حتى بالنسبه للمعارضين، وحتى انه صار جدل ونقاش ومناظره اصلا، واحد في امريكا وواحد ثاني في هولندا يتناظرون حول قضيه فلسطين، يعني وعلى قضيه شان محلي يعني. فموضوع فلسطين يعني ساكن الرأي العام، والحكومة السعودية لا تستطيع أن تلغي هذا الرأي العام بجرة قلم، ولا تستطيع أن تغير فيه كثيرا حتى، وأما الزبد فيذهب جفاء، ما يمشي هذا. عندنا ثقافة متأصلة في قضية فلسطين، وعندنا أجيال تربت على عداء لفلسطين، ولا يستطيع أنه حتى الورقة الطائفية استهلكت. نعم. يعني صار لهم 30 سنة أو 40 سنة وهم يستخدموا على الورقة إلى أن مل الناس، فعلا ملوا. القضية الطائفية تلوكها في كل مكان، وفي نفس الوقت هي تكون متسامح تظهر قدام العالم، والمملكة متسامحة، والمملكة نعم. تؤمن بالتعدد والتنوع، هذا ما يمشي. لكن واضح في مواجهتها الآن أيضا في العراق للحشد الشعبي على سبيل المثال، إلى إيران، إلى والغريب، وهذا ايضا احيانا من حسنات السعوديه احيانا تلخبط، يعني في 2006 الفتوى او القرار الرسمي الذي ظهر حكوميا شتم حزب الله وحماس مع بعض يعني، وكانت هذه ايجابيه انه جعلك في سله واحده بحيث انه يعني حتى يبين انه هم عداءهم لاصل المقاومه
مو لمذهب ولا لدين. طيب. هذا مهم جدا جدا مهم ما طرحته دكتور، سأوسعه في المحور الثالث خصوصا بالنسبة للرأي العام الخليجي بموضوع التطبيع من رفضه بين رفضه وقبوله. ولكن اسمح لي هنا في هذه النقطة أن أستمزج رأي سيد غسان جواد مع العودة لما قدمته صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية في 18 من آب عام 2006، قالت في مقال بعنوان حزب الله أعاد رسم خريطة الشرق الأوسط، احتضن الشارع العربي تقول الصحيفة السني السيد حسن نصر الله زعيم حزب الله كبطل عربي جديد. المقال يعني ترافق مع رسم كاريكاتوري لمجموعتين من الأشخاص شيعة وسنة بينهما شرخ تسده صورة كبيرة للسيد نصر الله في إشارة إلى تقريبه بين المذهبين من خلال قتاله ضد إسرائيل. وعرضت الصحيفة إلى اضطرار شيوخ سعوديين وهابيين إلى تغيير رأيهم بعد انتصار حزب الله بعد أن كانوا قد أصدروا فتاوى تكفيرية ضده. من هنا أريد أن أسألك في عملية يعني اللعب على الرأي العام العربي وتحديدا في رصد العلاقة مع المقاومة قبل التشويش عليها، كيف هي؟ هل لي أن أسألك عن تجربتك الخاصة، بمعنى أنت كان لديك رؤية وخيار سياسي مختلف ما قبل 2006 عن رأيك الحالي ما بعد 2006. الخيار السياسي لا يقتصر فقط على الداخل اللبناني، ربما على الخيارات أوسع استراتيجية بين الثامن من آذار كما يتم الاصطلاح والرابع عشر من آذار. هل يمكن أن نستثمر تجربتك في يعني سبر النتيجة ما قبل وما بعد؟ يعني أولا فقط تعليقي فيما يخص سلوك النظام الرسمي العربي مع المقاومة ومحاولة سيطرة المقاومة وتشويهها، ما فعله السعوديون مع جمال عبد الناصر هو يعني مصداق هذا السلوك الذي يحاول تهشيم أي حالة مضيئة في العالم العربي والإسلامي تحت عناوين شتى. يعني الرئيس عبد الناصر كان مسلما سنيا، فبدأ السعوديين آنذاك يطرحون الإسلام مقابل العروبة. صحيح. وهنالك منشات شهير لصحيفة سعودية تفتي بحسب هيئة على كبار العلماء بأن عبد الناصر كافر لأنه ينادي بالقومية العربية وما إلى ذلك. عندما جاءت حركة الإمام الخميني ومن ثم يعني المقاومة الإسلامية، الإسلامية بهويتها يعني هي مقاومة إسلامية من حيث الهوية، بدأ هنا طرح أمرين أساسيين بالتعامل مع إيران، طرح الموضوع فارسي عربي. صحيح. لخلق هذا التناقض، ومع الوقت أيضا بعد احتلال العراق طرح موضوع مسلم سني ومسلم شيعي. كل هذه التناقضات خلقت أو جرى استيلادها يعني من الخلاف المذهبي الفقهي الإسلامي من أجل تبرير موقف السعودية إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية والاستسلام والانبطاح وما إلى ذلك. لا شك بأنه نحن منذ العام 2000 كنا نرى إلى تجربة المقاومة على أنها تجربة رائدة وتتطور في العالم العربي، وبدليل أن صورة سماحة السيد حسن نصر الله كانت تباع في الأسواق وكانت تعلق في مصر، ماليزيا، إندونيسيا، دول الخليج، أصبح قائدا عربيا كبيرا. نعم. ولكن لأن الاستعمار والاستكبار العالمي زعج من هذه الصورة، بدأ محاولة سيطرتها وتشويهها بخلق تناقضات سنوية ليست أساس في عملية في عمل المقاومة في يعني التي انطلقت إسلامية وليست شيعية يعني بالمعنى المذهبي، كما أن الثورة الإسلامية في إيران هي ثورة إسلامية ولم يقم الإمام الخميني بثورة شيعية، وهذا كلام قاله السيد علي الخامنائي. أما فيما يخص تجربتي الشخصية فهي ذات سياق سياسي وفكري، بدأ في مكان ما أن مشروع المقاومة هو مشروع كل شخص صاحب فكر حر، كل شخص يريد الحرية بمعناها العميق. نعم. يريد السيادة بمعناها العميق. يعني التناقض الذي كان قبل العام 2006 كان قائما حول الوجود السوري في لبنان، وجود الجيش السوري في لبنان وتحت عناوين السيادة والاستقلال. لذلك لا نستطيع أن نتحدث عن سيادة أو عن استقلال أو عن أي معطى من هذه المعطيات
بدون ما نتحدث عن المقاومة ونعترف بإنجاز المقاومة العسكري والسياسي والثقافي، أثر المقاومة على الأمة، أثر المقاومة على الشعوب، أثر المقاومة على الخيارات المثقفين العرب. موضوع الأثر هو مهم جدا، لأنه هذا ما لاحظته الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية وبالنسبة للرأي العام العربي. لكن في مقاربة غريبة، يعني إذا ما عدنا بالتاريخ نرى أنه المقاومة الفرنسية وتحديدا السرية منها احتلت مكانة أساسية في نجاح إنزال النورماندي الشهير في حزيران يونيو 44 من القرن الماضي، والذي كان عنوانا أساسيا في نهاية الحرب العالمية الثانية بالانتصار على النازية. في بريطانيا يسجل رئيس الوزراء وينستون تشرشل على أنه رجل في أمة، وهذا توصيف عالمي حازه لتجرؤه على قول لا للزعيم النازي أودلف هتلر بان الحرب العالمية الثانية، ورفض الاستسلام مفضلا التحالف مع فرنسا والقتال حتى الموت بدل الاستسلام كما فعلت بولندا، هولندا، بلجيكا في داخل الزحف الألماني على أوروبا. ذلك ينسحب أيضا على الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه لنحو 8 سنوات ما بين 1775 و1783 اندلعت في أمريكا ما اصطلح على تسميته حرب الاستقلال على التاج البريطاني، ويحتفل سنويا بعيد الاستقلال علما أنه لم تندع عليه يعني طلبا له. وهناك يعني أيضا معلومة مهمة، كان في دعم خارجي لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية من إسبانيا وفرنسا. فرنسا نعم. كيف يمكن فهم هذا الاختلاف حتى في من توهج مقاومة غربا وفي ما يصنف ارهابا اليوم في منطقتنا؟ أنا أعتقد بأن الدول التي يعني الدول الوطنية المشرقية والعربية التي نشأت بعد سايكس بيكو لم تكن دول ذات عمق اجتماعي ثابت وحقيقي. يعني الدولة الأمة في فرنسا، مقاومة الدولة الأمة في فرنسا خاضت حربا وحكمت، ولكن لأننا نحن مجتمعات منقسمة والدولة الوطنية لم تذهب إلى مفهوم الدولة الناجزة والتامة بكل ما للكلمة معنى. نعم. لم يكن يعني لم تكن المقاومة قادرة على تجاوز التناقضات الاجتماعية والسياسية التقليدية في هذه البلاد ومنها لبنان. وأضف إلى ذلك استفادت المقاومة في لبنان من شق مهم وهو الديمقراطية اللبنانية، بمعنى المجتمع في لبنان هو أقوى من الدولة في مكان ما. نعم. والدولة غير قادرة بالكامل على السيطرة على حراك المجتمع، ولذلك كانت المقاومة وكان التحرير. بينما هنالك دول عربية شمولية الدولة هي أقوى من المجتمع وليس المجتمع أقوى من الدولة، لم تستطع إنشاء مقاومات شعبية كالتجربة اللبنانية بسبب طبيعة النظام الذي كان قائما. فأنا يعني برأيي منذ ولادة دول سايكس بيكو لم يجري بناء هوية وطنية عابرة للطوائف والمناطق والتناقضات التاريخية، ولا نستطيع سلخ المواطن المشرقي والعربي عن شخصيته التاريخانية عن أبعاده التاريخية. وهذا مسار يعني لاحظناه بالعشر سنوات الأخيرة من خلال الفشل الذريع في مفهوم الدولة الوطنية الذي عايشناه، والذي لابد أن يطرح علينا سؤال يعني أي دولة وطنية لهذه المنطقة وأي هوية. طيب نريد أن يعني نخصص لجانب الرأي العام الخليجي، وسأسألك دكتور حمزة الحسن رأيك بموضوع التناقض في طرح الدول الغربية في تصنيف بعضها للمقاومة على أنها إرهاب. ولكن قبل ذلك سنعود مجددا للوثائقي، حيث سنعرض هذه الصوتية للسيد نصري الصايغ يتحدث عن ضرورة الدعم الخارجي للمقاومة، ونعود للنقاش. من لا يريد المقاومة في الأساس يسعى إلى أن يطعن بها من خلاف حلفائها اللي بدوش المقاومة، فبيدور عليه. يا حبيبي أنت ما تدور على الأخطاء، أنت ضد هذه المقاومة حتى لو كانت مريم العذراء، أنت ضدها. فمن هذه الأقوال التي تؤخذ على محمل الجد، وهي ليست كذلك، أن التاريخ لم يشهد مقاومة في العالم لم يكن لها معين خارج، وكل مقاومة في الداخل تخلى عنها معينها الخارجي سقطت. دكتور
حمزة، أريد يعني أدمج يعني الطرح بين تقييمك لما ذكرنا سابقا موضوع التعاطي الغربي مع المقاومة أو بعض الغرب، وأريد منك لطفا أن تقربنا من الرأي العام الخليجي، لأنه مؤخرا يتم العمل على ربما كي الوعي تحديدا من الدول على الرأي العام في الدول الخليجية. أريد أن أسألك، لماذا التركيز على الرأي العام الخليجي في نظرته لإسرائيل، في تقييمه وتشخيصه لها، وأيضا عبر تمرير بأنه في شريحة خليجية تقبله وتقبل التطبيع مع إسرائيل؟ نعم، أولا موضوع الإرهاب لم يتفق على لا تعريفه ولا على من تصنف، ونحن نعلم يعني أن الإرهاب صار مفهوم سياسي، صار يعني لفظة اتهام أكثر مما هي ترتبط بالواقع. وهذا يذكرنا يعني أنه كثير من مثلا مناحم بيغن كان إرهابيا ومطلوبا ثم صار حاكما ومعترفا به هو ودولته. مناحم بيغن، أبو عمار نفسه أيضا قبل أوسلو كان أيضا إرهابيا وبعد أوسلو شرعا، يعني على سبيل المثال. حينما تنتصر تزول عنك صفة الإرهاب، حينما أنت محكوم بمعادلات ما بعد الحرب العالمية أنت تكون تحت خانة الإرهاب. الفصل بين المقاومة والإرهاب وهذا صار الآن بلا معنى، من كثرة ما استخدموا لفظة الإرهاب ما عادت لها قيمة كبيرة. نعم. ما عاد لها قيمة. نعم لها تأثير على السيستم العالمي، على الإعلام، على التمويل عبر المؤسسات المالية الدولية، هذا مصنف ما مصنف، لكن من الناحية القلبية والفعلية أن الناس هي تميل إلى خيار الذي هو الذي لا تريده الأنظمة. السعودية وضعت حماس، وضعت الإخوان، وضعت حزب الله، وضعت عشرات التنظيمات ضمن الإرهاب حتى قبل ما تضع أوروبا، يعني هم عملوا إرهاب، لكن هذا لا يغير شيء، لا يغير شيئا كثيرا من وجهة نظري. طيب. بل هذا يعكس. طيب أنا آسفة، بس أنا أريد أن أسألك أيضا، بس لأنه الوقت داهمنا بشكل كبير للأسف، أريد أن أسألك وإذا أردت أن تكمل لا مشكلة، عن التركيز على الرأي العام الخليجي لماذا مؤخرا؟ السعودية تحديدا هي أخذت هذه الراية مع الإمارات لتغيير الرأي العام. هذه دول لا تستطيع أن تمثل الرأي العام العربي فضلا أن تمثل الرأي العام الإسلامي. أولا أحجامها صغيرة، قدرتها أيضا ما عادت تلك القدرة أنها تستطيع أن تهيمن، ومع هذا إسرائيل وجدت أن هذا يمكن عبرهم التطبيع وتغيير المفاهيم، وهذا لا يمكن. أنا أريد حتى لا أطول، أنا سنة 68، أنا لسه عمري صغير وفي المدرسة الابتدائية، المدرسين حقي فلسطينيين، بعضهم أخوة للناس استشهدوا، عبد الرحيم محمود كان يدرسني رياضيات، أخوه اغتالته إسرائيل ممثل منظمة التحرير في باريس. أتذكر حتى القصائد، احتفالات آخر السنة في المدرسة كلها فلسطين، الشعر حتى أذكرها، 20 عاما عشتها أبكي وحيدا في الظلام، يعني 20 عام عن النكبة. نحن عشنا فلسطين بوجداننا بثقافتنا، وبالتالي إذا واحد مولود سنة 84 مثل محمد بن سلمان يريد يغير هذه الثقافة المحافظة المعتمدة أيضا على الدين، إحنا عندنا ناس مواطنين بمجرد صارت قضية فلسطين أو حرب 48 اخترقوا الحدود وذهبوا وقاتلوا واستشهدوا، ومع هذا الحكومة لم تعترف بهم إلا مؤخرا بعدما قاموا يطلعوا الناس صور أجدادهم وكذا، ترى راحوا قاتلوا في فلسطين، وهذا ذاك الوقت لا في إعلام ولا في إنترنت ولا في كذا، بمجرد مشاعر أخوة عربية إسلامية راحوا. إلى الآن موجود الشعور، يعني في عدم قدرة على استبيان الرأي، تدري أنه لا يوجد استطلاعات للرأي واضحة أو حتى قدرة على التعبير بحرية عن ذلك. الرأي العام الرسمي يقدم لنا عالما مختلفا. أنا أعرف مثلا 4-5 من كبار الكتاب مع الحكومة في هذا الموضوع، لكن إذا كتب تغريدة ما أقرأ الردود كل الناس ضده. لهذا الناس إعلامنا العربي ياخذ كلام التغريدة للرجل، لكن لا يقرأ ردود الأفعال والكلام الذي يقال تحته ومن هي هذه الشخصيات في عقر النظام. وأنا متيقن من ذلك، الناس لا تقبل بالتطبيع مع إسرائيل لأسباب دينية وأسباب سياسية، وأصلا المزاج ما يركب عندهم. أقصد أروح قضية فلسطين ما راحت،
حتى مع الأجيال الجديدة التي ولدت بالأمس، هذه ما تستطيع أن تلغيها، لا تستطيع أن يعني هذا يعني تعسف. خلينا أقول هذا قضية فلسطين دين، ثقافة، إرث، روح. المقاومة مثل الخلايا البيضاء، هي اللي تكافح السرطان والفيروسات. لا يمكن أنه الجسد يكون خالي منها إلا إذا ينتهي. نعم. إلا إذا ينتهي. نعم. على هذا الأساس الذي يقول لك أن محمد بن سلمان والخليج هم يقودون التطبيع، صدقيني يذهبون وحيدين، لن يذهب معهم أحد، لا من الأنظمة العربية، حتى الأنظمة العربية ولا حتى نعم. من الشعوب العربية تذهب، لا يوجد نعم. هذا الشيء. التضخيم من لأن الإعلام أكبر ماكينة إعلام سعودية وإماراتية ما عندنا، لكن خلي الناس تتكلم بحرية. نعم. مو أنه واحد دعا إلى مظاهرة من أجل فلسطين إلى هذا اليوم 15 16 17 سنة موجود في السجن، هذا ما هذا هذا طيب. الرأي العام تقيس بمقاييس الأنظمة، لكن ما عندنا احنا مقاييس الرأي العام، لكن نحن من خلال معرفتنا من خلال تتبعنا أنا أدرك أنه في نعم. كل المناطق أن الناس ليست مع النظام في هذه ممتاز. القضية. طيب اسمح لي هنا بتعليق سريع منك سيد غسان جواد، وأريد أن أربط ما كنت تريد أن تتفضل بطرحه بالعلاقة أو التأثير بالنسبة للمثقف أو الثقافة بالمزاج العام، خصوصا بمثل هكذا قضايا تعتبر قضايا أمة، لأنه عندما تخرجت مظاهرات وأنت تعي ذلك ما بعد 2006 أو في 2006 حتى في دول كان لافتا من بينها دول الخليجية تؤيد المقاومة ضد وتقف ضد حرب إسرائيل على لبنان في 2006، هذا نموذج مهم. لكن اليوم في عملية هجمة ثقافية إنجاز التعبير أو تطويع ثقافي تحت عنوان التطبيع، مثل الدراما الموسم الرمضاني أم هارون مخرج رقم 7 وما إلى ذلك، كيف يمكن أن نفسر هذا في التركيز على الرأي العام الخليجي؟ لماذا؟ بشكل سريع لطفا. يعني محاولة استهداف الفطرة السليمة للمواطن العربي إن كان خليجي أو مغاربي أو مصري أو شامي. الفطرة السليمة هي فطرة قائمة على المطالبة بالحق التاريخي في فلسطين ودعم كل مقاومة بوجه الاحتلال الإسرائيلي. طبعا الدول الخليجية مطلوب منها اليوم أن تكون منصة للتطبيع قبل تحقيق أي مكسب للشعب الفلسطيني، يعني نعم. بما يسمى مسار السلام. وهذا بدأ يعني لماذا الجانب الثقافي؟ وهذا بدأ من خلال الزيارات التي بدأت إلى دول خليجية وجعل الخليج منصة للبدء بالتطبيع قبل نعم. يعني قلبوا الموقف، يعني كانوا قبل نظرية السلام شو يقولوا، سلام ومن ثم تطبيع. نعم. الآن لا، تفريط بالكامل، حتى لم يأخذ الفلسطيني أي مكتسب، ونلاحظ أن بعض الدول الخليجية تذهب نحو التطبيع المباشر مع العدو الإسرائيلي. لماذا الجانب الثقافي؟ الجانب الثقافي هو الجانب الذي يشحن الأمة بالمعطى الحقيقي لأهمية هذه المواجهة مع العدو الإسرائيلي. المثقف، المفكر، الرسام، الموسيقي، جميعهم لديهم أدوار مقاومة. الكاتب، الشاعر، جميعهم يعني إلى جانب البندقية، هؤلاء لديهم أدوار في توعية المجتمع، في مخاطبة الرأي العام العالمي، في تثبيت الرأي العام العربي على خيار المقاومة، انطلاقا من قدرتهم على تقديم الفكرة بوضوح. وهنا للمناسبة هنالك بعض المثقفين العرب باعوا ضمائرهم للأنظمة ويحاربون المقاومة، ولكن كما قال الدكتور حمزة لاحظي ردود الناس عليهم، يعني عندما يطالب أحد المثقفين السعوديين بالتطبيع مع إسرائيل الرفض الكبير يأتي من المغردين السعوديين قبل غيرهم. نعم. يعني. وربما يعني يدل على التواصل الاجتماعي الفسحة المتبقية، وهذا يدل على فطرة سليمة لدى المواطن العربي والإسلامي. شكرا جزيلا لك سيد غسان جواد الكاتب والباحث السياسي، ضيفنا هنا في الاستوديو. دكتور حمزة الحسن الباحث السعودي كنت معنا من العاصمة البريطانية لندن، شكرا جزيلا لك. وشكرا لكم مشاهدينا أينما كنتم، لقاء جديد في نقاش وثائقي جديد دائما فيما بعد العرض، إلى اللقاء. أنا عائد إلى حيفا، عايد إلى مكان الروح، عايد على جناح الطير أو عايد على صاروخ. أنا عايد كما قال صديقي علي رفيقي حسين، أنا عايد كمن
Bye.